يا صباح الخير والجمال والتفاؤل والمرض، كيفكم؟ أول شيء كل عام وانتم بألف ألف خير، وإن شاء الله هيك كل سنينكم فرح وسعادة، فرح وسعادة، وأحبابكم حواليكم وكل بتحبوهم حواليكم يا رب. وأنا كمان المهم اليوم عيد، فعيد مبارك مرة تانية. اللي صاير إنه طالعين نعمل جلسة تصوير أنا ولين، نصور صور العيد على الانستغرام. اي ثينك رح يكون منزلين لما انزل هاي ستوري، ما بعرف اشوف شو الوضع، بس اللوكيشن واو وقديش زحمه. بس انه معلش احنا اوريدي تيكيتاتنا موجوده، فبندخل ناخذهم وننطلق. فهون هون تعي، فكونوا جاهزين للصور. اوكي خلصنا تصوير وحزروا مع مين كان. شو بدي اعمل معكم ترين؟ هلا والله. وينك يا زلمه؟ وانت بقلب خير عن جد. مع بدء موسم خلص، ما هي ستوري انفتح خلص، يعني فتح قلبه، فتحنا ستوري وفتح قلبه. اوكي فترقبوا الصور، كثير متحمسه، اكيد رح يكونوا نازلين هلا، فادخلوا على حسابي شوفوا هون. ثانك يو سو ماتش ابراهيم، الابداع كله يكمن هنا. اقسم بالله حكيت جمله ما بترحم. جينا على المول مشان نعيد بالمول، لانه ما لقينا مكان فاضي، ونحن بالايام الجايه اصلا ما رح نكون، يعني رح نروح منطقه بعيده. اللي صاير انه لين نزل ستوري انه ما حدا عايدني، قررت انا اعايده، بس وين لين ما بعرف. وين لين؟ اه باي ذا واي نزلت صور على انستغرام، روح شوفوهم كثير كثير حلوين. اوكي لقيت لين وبدي اعطيها عيديه، رح اعطيها 10 دراهم لنشوف شو رده فعلها. اصلا يصح لها لين. لين كل عام وانتم بخير. وين صوري؟ شكرا. عفوا عن جد؟ ايه هي مو انت نزلتيها؟ شو هي؟ اول عيد. هاي اه روحوا شوفوا الصور جايز. اول عيد. الف مبروك حبيبتي. شكرا. شوف ستوريتك، قلت ما حدا بيزعل لين والله. عفوا. اوكي مثل ما شايفين عم نعيش اجواء العيد بالاماكن اللي بتناسبنا انا وهي الالعاب. لورجيكم شو عملت انا. طلعوا شوفوا لي في اشطر، والله ما حدا ساعدني وحياة الله لحالي سويتها. هاي انه لونت، مو رسمت، اكيد ما رسمت، بس انا لونت لحالي والله. شوفوا ميلا شو عم تلوني. عم تلوني الفنت. لا اتس اوكي. شو عم تلون مياد؟ هورس. لين شو عم تلوني؟ الفنت. لولو شو عم تلوني؟ لولو مشرف علينا. شو رايكم جايز؟ قولوا مين اكثر حدا حب. حلوه ميلا؟ انا اللي ما خلصتها. مياد حلوه؟ لا حلوه يا مياد احلى. حبيتها؟ شبابي انا هي ما العب معه. والله اجواء، والله اجواء. حطوني معي. كيفين بالاشكال هدول؟ نحن قاعدين ما عم نعمل شيء.